النهارده زي ما اتفقنا مع بعض تحرك الاطراف، هنلاقي كل حاجه سهله، كل لعيبه زي ما انت قلت ادوا اللي عليهم وزياده. كل اللعيبه ما عدا الشناوي، ما عدا علي لطفي. خلي بالك، اصل احنا شفنا، احنا تتخيل احنا شفنا الشناوي في لقطه وما شفناش علي لطفي؟ الشناوي كان قاعد بره، ركزوا على الشناوي. يعني لقطه للشناوي بره وهو قاعد، وعلي لطفي ما شفناهوش، يعني وحشنا علي لطفي. الحقيقه تمنينا قبل المباراه يعني ان احنا يبقى كل هجمه منظمه، كل تمريره طيب. صح يبقى ليها. اتفضل. فكنا بنتمنى اشياء تحصل من كل المباريات اللي احنا بنتفرج عليها. انا هرجع بقى للحكايه بتاعتي انا القديمه، ان النهارده لما الفرقه بتتحرك من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، وبيبقى فيها ناس عندها رغبه تبقى موجوده داخل منطقه الجزاء على اساس ان هم بيركزوا في استلام الكرة والتحضير ورؤية اللاعبين الآخرين والتحركات. النهارده كان موجود الحقيقة، كل ده موجود في المباراة بغض النظر عن حالة المنافسة كابتن شريف ولا لا؟ لا طبعا حالة المنافس مهما كان هي تمرينة زي ما احنا قلنا، هي تقيلة، تقسيمة تقيلة، لأن هما بيلعبوا بتسعة ورا. مهما كان أنت بتحاول تخترق هؤلاء اللاعبين بتسعة، لازم يكون عندك فكر، لازم يكون عندك تمريرات صحيحة، لازم عندك تحركات، التحركات اللي كانت بتضرب فرقه جايه بتلعبك هنا اوف سايد جيم كمان، يعني دي يمكن ساعدتك كتير قوي في انك تخترق الكره وتقدر تسقط الكره لاي لاعب جاي من الخلف زي احمد فتحي اللي شفناه كتير النهارده، ومحمود وحيد الحقيقه ادى بشكل جميل جدا وهي الكرات العرضيه، وان كان في الشوط الثاني كمان كان عنده حاله من التحرر كبيره قوي. جميع اللاعبين النهارده اتحركوا لبعض، جميع اللاعبين النهارده كان عندهم رغبه في اثبات الوجود، جميع اللاعبين النهارده تحس وكانهم هما دول القوام الاساسي بتاع النادي الاهلي، يعني مفيش فرق بقى دلوقتي اللي كانوا غايبين عن الموجودين النهارده عن محاوله كابتن محمد يوسف في دخول بعض الوجوه الجديده كمان اذا كان في التغييرات في الهاف تايم الثاني. مكاسب كتير قوي النهارده، مكاسب كتير بالنسبه للنادي الاهلي. هنتكلم في كل ده لكن بشكل عام.